معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ أمين الوائلي، رئيس تحرير صحيفة المنتصف. أهلا بك أستاذ أمين. أهلا بك، مساء الخير. ربما لنبدأ عن التوقيت، هل كان التوقيت مناسبا الذي قدم فيه الرئيس هادي استقالته وحكومة بحاح؟ ربما مسألة التوقيت هذه تعود إلى اعتبارات كثيرة، والسؤال ليس هو إن كان مناسبا أو لا. في الاستقالة أتت في ظروف تأزم البلد، الظروف الطبيعية التي تؤدي إلى نشوء استقالة هي هذه الظروف. يعني لا يمكن أن ننتظر استقالة من مسؤول في حجم رئيس دولة أو رئيس حكومة في ظروف عادية وانسيابية والأمور تكون تمام. لا تأتي الاستقالات إلا في ظروف معقدة وغامضة كهذه. لكن هل الاستقالة نهائية؟ هل الحسابات الأخرى معمولة؟ أنا لا، يعني هذه الأمور تعود إلى السياسيين. إنما أنا أرى أن الظرف والتوقيت الذي قدمت فيه الاستقالة كان يفترض أن يأتي قبل هذا بكثير. يعني بمعنى أن الاستقالة تأخرت، هكذا تقصد أستاذ أمين؟ شخصيا أرى أنه كان يجب أن يبكر بها مبكر، ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. نعم، هناك ربما البعض من يربط بين زيارة المبعوث الأممي جمال بن عمر وتقديم الاستقالة، هل هناك فعلا ما يربط أو يؤكد ما بين الزيارة والاستقالة؟ يعني لربما، لكن أنا أرى أن الاستقالة حاجة ذاتية للرئيس هادي بالمقام الأول. يعني الاستقالة تهمه وهي حاجة موضوعية لليمنيين بشكل عام. نعم، نجد لنا مخرجا. ما يتصل بالجديد في موضوع البرلمان أستاذ أمين؟ هل لديك ما سجد في هذا الشأن؟ نحن نشرنا المصادر السياسية من يد رفيعة الآن، بلغتنا في وكالة خبر، وقلنا أن المصادر تقول هذا، لأن البرلمان سينعقد السبت بالبث للاستقالة، وأن البرلمان الأرجاح يتجه إلى قبولها. نعم، توقعك نعم توقعك للسيناريو المحتمل أو ربما التداعيات اللاحقة. أنا أرى اليمنيين عاشوا في لا دولة منذ 4 سنوات، لنكون واقعيين. أيا كان الظرف الذي ستمر به اليمن لن يكون أسوأ مما مر به. على البرلمان كهيئة حاضنة دستورية أخيرة أن يتحمل مسؤوليته الآن، وعلى القوى السياسية أن تتكاتف لتجد للبلد مخرج، وإلا فإن اليمن قادرة أن تجد نفسها مخرج. اليمن لن تذهب إلى الهاوية على الإطلاق، واليمنيون قادرون على إدارة أمورهم، واليمن في خير وإلى خير بإذن الله. أيا كانت التحديات اليمن أقوى منها. نعم، قراءتك للجنة الأمنية في عدن، خاصة وأنه يعني تنامى إلى ما سمعنا قطع بث قناة عدن أثناء إذاعتها ربما لبيان ما يسمى اللجنة الأمنية لإقليم عدن، كيف تقرأ ذلك؟ وهل في مثل هذه الظروف يمكن أن تتشظى البلاد إلى يعني كل يحاول أن يتجه إلى أهدافه، سواء كانت في إطار الانفصال أو غير ذلك؟ اليمن ليست ملكا للجنة أمنية في صنعاء أو ملكا للجنة أمنية في عدن، اليمن ملك لجميع اليمنيين، واليمنيين أقدر وأدرى وأوجب عليهم أن يحفظوا بلادهم. وهذه هي ردود أفعال طائشة لكنها متوقعة وفي الحدود المتوقع. إنما اللجنة الأمنية بعدد لا يسعها أن تقرر مصير شعب ومصير بلد. أنا أقول وقلت اليمن ملك لليمنيين، واليمنيون قادرون على أن يحفظوا بلادهم، وتحديد مصائر الشعوب بهذه الخفة والارتجالية فعلا تنم عن لا وعي سياسي وعن مراهقة سياسية طائشة. هناك تظهر لك أن المسؤولين ليسوا عند مستوى المسؤولية في الأحداث الكبيرة، تحتاج إلى قيادات كبيرة تقف مع شعبها ولا تقف ضده. ردود الأفعال الطائشة هذه لن تحكم على اليمن، لكنها تحكم على سياسيين أنهم سياسيين صغار. نعم، ربما سؤال أخير، هناك مصادر يعني أنباء تتحدث عن أن قياديا في الجماعة الحوثية يتحدث عن تشكيل مجلس رئاسي ولا شرعية للبرلمان، تعليقك؟ إلى الآن أنا لم أقع على هذه. أنا ما وقعنا عليه الآن في رويترز يقول أن قيادي حوثي كبير ورحب باستقالة الرئيس هادي، لكن نعم. ما عدا ذلك حتى الآن شكل الدولة أو أشكرك. لا، لم أقع على شيء. أشكرك الأستاذ أمين الوائلي، رئيس تحرير صحيفة المنتصف، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.